أخي وين رايح؟ جمال ناطرني رايح شوفه، إذا بيصير شي دقي لي. ليش شو ممكن يصير يا عمري؟ لا تطول. ها يا ليلى، يي شو شبكي؟ عادي لشوف، بدي حاكيكي كلمتين. ايه خير يا عيني، انا شو عاملة؟ قولي ليلى. بدك العالم تحكي علينا شو جنيتي؟ حابة تفضحينا يا بنت؟ خير خير، يعني ناريمان ما انا بالبيت هلا، بتقومي بتفشي خلقك فيني عواد الخانم؟ وانا شفتك بعيوني انت ونازلة من سيارته. ايه وشو الموضوع؟ خالك فايز لو شافك بيعمل مشكلة ما حدا بيقدر يحلها بعدين. ليش يعني؟ فايز خالي متعود على هاي القصة اصلا، ناريمان كل شي عملته بحارتنا، يا ريت لقيت حدا يمنعها. وطمني اخوك يتحضر هلا. خرسي والله طالع راحك بايدي. يعني قلبك لرقيق ما عاد يحبني؟ رح تطلعي لي روحي كمان؟ شكرا نوران. هلا مرقتها، يا ريت شوفك مرة تانية طالعة بهي السيارة وبتشوفي وقت الحساب. رح تشوفيني. بدك العالم تقول عنك انك وسخة يعني؟ قلي لي هلا، انت يلي مخوفك شو؟ اه؟ انه يقولوا عني اني وحدة وسخة؟ ولا انه يقولوا ليك وهي البنت طالعة لأمها؟ ليلى والله بدعوسك تحت رجلي وبعدين بكمل بموتك وبخلص من هالهم. والله خوفتيني وارتعبت كتير. بس تصيري ام رح تفهمي ليلى، انا بعرف انه انت ذكيه وهالموضوع فتحته مشان تعرفي شو تساوي يا روحي. ليلى يا عيوني والله هذا الطريق مو منيح، واوهامك هي هي كابوس. ويا ريتك هلا لو تصحي، انت دقات قلبي، انت شقفه من روحي، يعني بس تاذي حالك بتاذيني. فرحة عمري انتي، ما فيني عيش من غيرك. لك انا امك، كل ما تتورطي بدي ساعدك ما بتركك، فهمتي؟ كل اه بتقولي انا عم تطلع من قلبي، عم تفهمي؟ حتى لو كبرتي ووعيتي بدي اكون خايفة عليكي اكتر يا بنتي. الشي اللي انتي شايفتي صح هلا، والله انا من زمان مارقة فيه وبعرف بشو عم بتفكري. من هلا حاولي تريحي حالك من كل هالهم وتكوني أحسن. فيني مالك علاقة؟ مالي علاقة فيكي؟ أمك أنا، لا تنسي أبداً ليلى، ما بتركك لحالك بمشكلة، مستحيل خليكي تكملي لحالك بهالمصيبة. إيه مستحيل. جهاد خبريني شو قصته؟ جهاد عشقانك هيك هو عم بيقول. ايه صحيح، بس ليش عم بتحاكميني اليوم؟ ليش هلا جاي تحكي بهالمواضيع كلهم؟ اه قولي لي جهاد شو قصته؟ ايه مصيبه هالشب، بس اللي عرفته انه الشب حابك. اخ يا نوران خانم منك، والله من زمان كنت اسمع انه الحيطان في إلى أدنين، بس ما عرفت اسمها لهي الأدنين مع انها قاعده قدامي. ما بقلك على طول نوران انه ما تحاولي تشوفي او تسمعي كتير؟ ليلى والله جهاد ولد مربى، تركيه بحاله. جهاد شاب يتيم ما عنده لا ام ولا اب. ما تأذي بنوب يا بنتي، اذا كسرتي خاطر شاب يتيم رح تكوني كافرة، لا تحملي ذنبه برقبتك. بكفي بقى، كمان جهاد التاني هلأ بلو اشربوا ميته وخلصوني منه، شو بدي فيه اصلا انا؟ يا أهلين سليم بك. مرحبا ليلى، فينا نتعشى بكرة مع بعض؟ شو رأيك؟ شو؟ ايه طبعا ممكن إذا بتحب. صوتك هلأ ليش مو على بعضه؟ بس لأنه بيتنا المشاكل فيه ما بتخلص أبدا سليم بك، ولهيك خلص ما رح تحكي كتير بالموضوع، أحسن ما ضايقك. مع أنه ما فهمت، بس
عرفت أنه قاعدة بين ناس ما عم يفهموكي أبدا. طولي بالك شوي وخليكي مروقة. شكرا، كلامك حلو وفهمتني وريحتني. قصتنا بلشت يا ليلى، لسه عنا مواضيع كتيرة. بشوفك. يعني أنا كم مرة بدي أقول لك إنه هي ما بتنعمل هيك؟ وحدة طويلة كتير ووحدة قصيرة، زبطن لشو؟ حاضر يا الله.